فضيلة الشيخ حفظك الله، مسألة العذر بالجهل هل داخلة فيها مسألة سب الدين وسب الرب؟ مسألة ايش؟ مسألة سب الدين وسب الرب. سب ايش؟ سب الدين وسب الرب. سب من؟ سب الرب الله. هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ أسألك، أسأله، قل نعم ولا لا؟ ما حد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد. وكذلك في الشرع، فهذه مسألة فرضية في الذهن لا, 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 لا وجود لها في الواقع. وعلى كل حال، كل من سب الله فهو كافر مرتد، حتى وإن كان يمزح.